زريه قداي زريه يتبالو بذو عينة تامر تاريخ اللو بصادقو يوحنس بدقو يوحنس صادقو يوحنس بيتنو يمتو كغوندر كلاستا بيت متو بذش ببر فارغو سيمتو معرفياتو غوتا عبدروان بحر دار ككتما والاي عندكن عبدروان جورج يتتكلبات ساتش يعرفو باتنا ماتاو كذيش ومبير متبالالي تزي ومبر يا يتاياتو نبرنا ودفيت من بوتا عندهم يهون كتما عندهم يهون يتعرقان بوتا عندهم يهون يتاياتو نبرنا دقاقوش كومبير يتسبسو ماتاو سيلو ازي فرسو تاياتو كزام بوحالا تلك ما نوكسي تاياتو يكزاقر سرا بيكزاقر يتكررت سنو زئري زريحي زئري بقيدنو زئري تبلوني يتنقر زروسي اي فرس عالة زروسي اي ما نوكسي عالة زريحي عالة كزام بوحالا كزام بوحالا من تدرق سيكو ايو باقو باقو دقمو باقو زريحي مالت زيره تولي تكيرو عن خزرة ميبال باقو ناو قادن هلو عن خزرة مالت زيره ترو عنجتهم باهر يالو مقعبي ترو بوتانو سيل عن خزرة زيره عالو من نبرة بزيانجزي باكفو زمن عوريوش نبرو بوهر نبر دكولا نبرة قوش نبرة بزو سدتن يهمتو كذي قلبو نبر يعني عوري يقدر يمقبو ببس نبر واندمي عهون اندالو هلو قنفو ما قنفو من عمن نقر عليالو يقدوسان من مقب يعني نبر يباحتو يعني بوتانوي باحتو يعني كذي تنستو كنيا ذي اندوها يهوانت بيتا كريستيان عهون كتما سرتو دي انكو عادرو برفدو يقلقلو نبر بزي مسرت يبعثون من مجابان ويها جندو جندو على ونطنو لما يسجل نسمي او كتناتو او موتات ميشلونجي او تنانشل ندجن دانا جرال ندجن ادراشال وستو لود سفي بوتال يان ولو هنيان نوكوم هدن مانشل يا ولو بوتا بيتنو زناب عمت سكامت مينك او بوتال اين امياوك اللين يلم يكدوسان بوتان برنا زريه على أنجتهم دق بوتا يكدوسان يرهاب معرفة بوتا سيل عندنا بتعليان بتعليان متو تعليان يان سيل هين فرس هين بوتا ما فرس اللبن من النوزية تسالو دروية ألاتا تنفرس زي الله يكدوس جورجيسن با يتيبيا نتن وراري بقى باقي زي يكدوس مي جورجيس بكن في يبرر بفرس يبرر يسفرار راتشو نبر إيهن سلاز يعمرو ونون ينشوه قنية نبرا لنا تعليان بازي اللي وطا بير عروهن اللي تعالى اللي عفر سو بودي اسي وطا عند تنكبالو موتنو يبالو كذي لي هلتنياو يوطاو تنتلتلو كرير اللو هيتن دي درس هاي التاوك بزون جيزي تعليان وچم وكرو تعال عهون لاي من وانا إيهن متاوك فرس بازن عبنا بقفت شرش شرنجي بزون مقابيا بوتانو هي إنه زريه مالت بامارنيا زئري منقوساتن اندياي وكدس جورجيسن فرسون اندياي زئري بلو باعتاواني سيموتنو ياهونا دلن باقوانيا يبزون مقابيا خود يالو عنجت هم بلو يتسيم بوتانو سلامتا چولن سلقو بنيا چولن انه مسقنا لن بيزارسن بزان جزيا مقام يتاكمو هرور أوريه وتشلينه، لبسن بتمسى ساي، قاداوني ياوتو، سلبسو كويتوان، سادونه ولا ويم، غربي تويم قدني هونو، عدني هدو تنزان هتا هدو سبب، زراها كاسا يلالو، زراها سيلو، عندنا يسوع مكويا زرمي كويو بتن، كم موت ميسن مبت مغفلجا، زراها لبالي سالبت نيمغ مغنيا تبلو. كذلك بوحالا دمو اهونو لاي با اسرازتين بحاس منتا امتمرت على تاقراتين بميورة ربت جيزيا ندازيو
تنقرا بيت النورم بتلاقي كو تكاكن نغروش بچافا بلابا تسرتو نو مينورو اندقولو تماري زارين تتكلم نبر گوجوچ ين بيتاچن نكلو ودو وستاچو گبتو مگباچون اهونم كزي تكتاتلو ادن لاي نو مياگين بزان گيزي زرا قميلو ሁሉ መስተው ተሰብስቦ የገባበት ብዙ ደን የነበረበት እንደ ዛሬ ባዶ አይደለም የተፈጥሮ ዛፎች እንደ ወይራ እንደ ዝገባ እንደ ኮሶ እንደ ክርካ 100% እኔ ከደረስኩ ክርካ ተሸፈነ የነበረ ነው እኔም ደርሻለሁ ሌላም ሰው ይኖር ይችላል እና በዚህን ጊዜ እዚህ ውስጥ ላይ እየተጠቀሙ ሲኖሩ በ 19 29 አካባቢ ላይ በጣም እየተፋፋመ ሲመጣ መጨረሻ አካባቢ ላይ ማለት ነው من አብሽተዋል ዙሪያውን ዝናብ አይደርስም ማይደርስበት ቦታ አለ ፀሐይ ማይደርስበትም አለ ውስጥ ላይ እንደዋሻ አይነት አለ በዚያ ዋሻ የገቡ የሚፈልጉ ሰዎች እየደበቁ ምግብ ሲያገኙ በዚያ እየደበቁ አጋሚት ሲያሉ ወደ ውስጥ አግቦ ዘራህል ይባል ይቻለው የሰውም ዘር መገኛ ነው አውሬም ተገኝቶ ደግሞ እዚያ ምግባቸውን ተመገበው ነፍሳቸውን አደነዋል ለልብሳቸውንም ለብሰዋል በዚህ ምክንያት ዚርሂል ይባል ቻለ ከዚህ ውስጥም እንደገና ደግሞ የቆዩ ያኛ አባቶቻችን ምን አደረጉ እዚያ ውስጥ ላይ ይሄል ምን በሚገኝ በመቆፈሪያም በምንም እየዘሩ በሚያገኙበት ጊዜ ውስጥ ላይ ገንፎ ያገነፉ በወርስ የሚባል አሁን አለ ያዋሻ ነው ለታይም ይችላል ለታይም ቻላችሁ ቅርም ነው አደገት ወይም ከደል የለም ውስን ሰዎች ምትሉ ይላችሁ ማያትም ምትሉ ዝቦታለና በዚህም ዝሪህ ተብሎ ሊቀረጽ አለ እንደገና ሃላይ ደግሞ የፈረስ ቅርጽ አለ ብዙ ቅርጻ ቅርጽም ነበሩ በጊዜ ብዛት እየጠፉ ሄዱበትን ጉዳይ ክብራን ተመልካቾቼ እንግዲህ ዛሬ በጣም ግራሚ የሆነ ታሪካዊ ቦታ ነው ይሽላችሁ የመጣሁት በእውነት ይህንን ተራራ እኔ ሁሌ አልፋለሁና ብዙ ጊዜ በልጅነቴ በቤተሰብ ደረጃ ዝም ብሎ ባፈ ታሪክ የሚነገር ነገር አለ እና እንግዲህ እንደዚህ አይነት ድንቅ ሚስጥራዊ ነገሮችን ግን በእውነት ዛሬ ነው ያየሁትና በየአካባቢያችን እንደዚህ አይነት ታሪካዊ ቦታዎች ይኖራሉ እና ኢትዮጵያ ሀገራችን ያዘቻቸው እንደዚህ አይነት ተራራ ሸለቆ ቦታዎች ሁሉም የቅዱሳን ቦታዎች ናቸው ማለት ነው እኛ ዝም ብለን ታሪክ ሳናቅ ዝም ብሎ ድንጋይ ብቻ ዝም ብሎ ተራራ ዝም ብሎ ሸለቆና ዋሻ መስሎንም ይታየን ነገር ግን ምንም አይነት ታሪክ አናቀምና ሁላችንም ታሪኩን ከሚያቁ ታላላቅ አባቶቻችን እንዲሁም መጻፍትን በማንበብ ስለ አካባቢያችን ታሪካዊ ቦታዎች ማንነት እና ምንነት እንዲሁም ታሪካዊ ዳራ ማወቅ ይጣበቀብናል ማለት ነው እንግዲህ ውድ ተመልካቾች ሁላችንም የየድርሻችንን ታሪካዊ ኃላፊነታችንን መወጣት ይኖርብናል ሀገራችን በተለይ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አማካኝነት ብዙ ታሪካዊ የሆኑ ነገሮች እና ሚስጥራዊ ቦታዎች ያሏት ሀገር ነች እነዚህን ታሪካዊ ሚስጥራዊ ቦታዎች ከነ ማንነታቸው ለሚቀጥለው ትውልድ ማስተላለፍ አለብን ማለት ነውና እኛ ስናቅ ነው ለቀጣዩ ትውልድ ማስተላለፍ ያለብን ስለዚህ የተለያዩ ዕውቀት ያላቸው አባቶችን እንዲሁም ትክክለኛ የቤተ ክርስቲያን ታሪካዊ መጻሕፍትን በማንበብ ስለ ታሪካዊ ቦታዎች እና አካባቢዎች ዕውቀት እንድንይዝ ያልኩ የዛሬ ቪዲዮዬን በዚህ ይጨርሳለሁ እስካሁን ስለተከታተላችሁ ከልብ እናመሰግናለን መልካም ጊዜ